ومعانا دكتور احمد سعد الدين استاذ جراحه اوعيه دمويه كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا النهارده. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. دكتور، كنت عايزه اسالك رايك في المؤتمر ايه في ايماكس السنه دي؟ رايي ان المؤتمر والنهارده اول يوم ناجح 100%، ودي مش اول نسخه منه، دي النسخه الرابعه، والمؤتمر ابتدى من 4 سنين قوي، وكل سنة بيضيف قوة زيادة على قوته، زي ما عرضوا علينا النهاردة اللجنة المنظمة. يعني لما يبتدي ب200 عضو ويبقى موجود النهاردة 700 يبقى جميل، لكن قوي لها أسبابها. أول سبب للقوة إنه في أجانب كتير، وإحنا بنستقي خبرتنا من الأجانب. في أجانب من أمريكا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، سنغافورة، الله ينور عليك، سنغافورة، السعودية، عموما الأجانب قدموا كمان النهاردة أبحاث في غاية القوة. فدي جزئية الأجانب. قوة المؤتمر كمان انه عامل ورش عمل. ورش العمل دي بقى اكبر فايدة للمؤتمر، لان هي دي اللي بيتعلم فيها الاطباء الجراحين الاوعية الصغار، يعني اللي هما مش هما بالصغار، هما كبار في المقام، انما يعني بيتعلموا فيها حاجات بمنتهى الجمال، وهاندز اون، يعني ايديهم على عروسه، على موديل، وبيشرح فيها اكابر سواء الضيوف او الاساتذه الحاليين. فده تاني سبب من اسباب قوه المؤتمر. تالت سبب انه حضرتك في كمان محاضرات من المصريين، فكل وبنتعرف على نشاط بعض. احنا ما فيش لقاءات ما بيننا وما بين القصر العيني او اسكندريه الا في اجتماعات جمعيه الجراحين الاوعيه. ده كمان ميزته ان هو عامل فوكس على جزء واحد في الاوعيه اللي هو تمدد الشريان الاورطي. والسنة دي كمان من أسباب قوته، لسه أنا شايف الدكتور محمد معدي دخلوا علينا جراحة القلب والصدر كمان بالمرة، يعني تمام جدا دكتور.